مشاهدينا مرة أخرى صباح النور. صباح النور عمر. صباح النور. يا أهلا وسهلا. إذا نحن كنا طرحنا اليوم سؤال على مشاهدينا، قلنا لهم شنو الهدية الغير تقليدية اللي تلقيتوها أو وصلتكم، وفي عصر السوشيال ميديا اختلف مفهوم نوعية الهدية. اليوم أكيد باش يحكي لنا عمر ويعطينا هكا 10 هدايا تقريبا اللي هما ممكن نقدموها للأشخاص اللي يحبوا مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية وعصر التكنولوجيا بصفة عامة. قبل ما نبدأ بالهدايا كالعادة عندك خبر. خبرية الأسبوع. خبرية الأسبوع عنا غريبة، هو اختراق حساب موقع فيسبوك وفيسبوك ماسنجر على تويتر، وهيدي أول مرة بتصير من 2008. منشوف على الشاشة شو كتبولن المقرصنين، رح أترجمها بالعربي. نحن أور ماين، بالرغم من أنه فيسبوك مخترق أيضا، ولكن النظام الحماية لتويتر أعلى لتحسنوا أمن حساباتكم تواصلوا معنا، يعني كأنهم عم بيستفزوا يقدموا خدماتهم معنا. صح. شركة تويتر اعترفت بالموضوع وأكدت لوكالة رويترز أنه صحيح تم اختراق فيسبوك وفيسبوك ماسنجر وتم استعادتهم، وكتبت خلينا نشوف كمان على الشاشة. فيسبوك بعد ما تم اختراقها كتبت: بعض الحسابات الاجتماعية للشركة تم اختراقها لفترة قصيرة، ولكن تمكننا من استعادتها وتأمينها. فتقريبا استمر الاختراق شو حوالي ساعة. مبروك عليهم. يعني الناس العادية، ناس الماس، الناس نحن إذا تم اختراق حساباتنا بيكون عادي، يعني إذا شركة فيسبوك وتم اختراق يعني إنه كيف. به خلينا ننتقل عمر إلى الهدايا، موسم الهدايا. إذا نعم. إيه عنا هدايا هكا كما قلنا لعشاق أفكار مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا. حنمر قد ما فينا هدايا بحسب الوقت. أول هدية هو كتاب الحب بزمن السوشيال ميديا. هذا الكتاب هو مش جابرييل غارسيا ماركيز، عبارة عن كل الأشخاص اللي الخاطبين أو الأشخاص اللي بحبوا بعض بيحكوا على السوشيال ميديا وبيحكوا واتساب وكذا. هذا الكتاب فينا نحن نعمل سكرين شوت للوول تبعنا، للكومنتات، لبعض الواتساب ونحطهم بهالكتاب. خلينا نحضر مثل ما عم نحضر بالفيديو. هيدي شات. امرار في اشخاص كمان بيحكوا مع بعض ساعتين وثلاثه، فبيحطوا سكرين شوت انه انا حكيت مع خطيبتي ساعتين وثلاثه، فممكن يحطوهم يعملوا هذا الكتاب هاند ميد بالبيت ويحطوهم مع شويه تعبير. جميل الفكره. الهديه الثانيه يعني كمان شويه اورجينال وغريبه. الهديه الثانيه هي ساعه ذكيه، خلينا نشوف الفيديو كمان. هي ساعه وهيدي لها مميزات انه بتقدر تشوف الواتساب والفيسبوك والمسجات تقريبا. حتى هذه عمر هي من اكثر الهدايا اللي ولت موجوده في وقتنا الان، واللي تفكر في هديه تفكر بساعه ذكيه مباشره. صحيح. وساعات ما بقى في حجه لدى الشخص انه ما كان تليفون حد، ساعتك بإيدك. جميلة الساعة، خلينا شكلها جميل. صحيح. تحديدا صحيح. خلينا ننتقل لبيفو 3، الهدية الثالثة. هي لكل شخص بحب الصور. جميلة البيفو. ايه ما بقى تحتاج لمصور، لان البيفو بتلحق حركتك اذا شخص عم يعمل للطبخ، شخص اي شيء عم يعمل للسوشيال ميديا او انترفيو، البيفو لحالها بتلحقك وبتدور 360 درجة. هدية كتير مميزة، بتاخذ الفيس وبتلحق. خلينا ننتقل للهدية. مستني منك بيفو في عيد ميلادك. حاضر حاضر حاضر. خلينا ننتقل للجو كيوب، الهدية الرابعة لعشاق. تعرف مكعب روبك الشهير؟ هذا المكعب صار في منه مكعب ذكي مع ابلكيشن. هالمكعب هالابلكيشن للمبتدئين بتعلمهم كيف يلعبوا بروبك، وايضا صار في تحدي على السوشيال ميديا مين بيخلصوا باسرع وقت ممكن، وبيطلعوا نحن جبنا سكور اكثر من سكور الوقت اللي عملوا فيه هو النتيجه بتاعه. ننتقل للهديه الخامسه، كمان بنشوف هلا الفيديو اسمه شاتر جريب. الهديه الخامسه كمان قبضه سيلفي. في اشخاص، انا من الشخص ما بستحكم اخذ سيلفي، بتنحط بالتليفون عن الجنب وبتنوصل بلوتوث وبتصير الشخص ياخذ سيلفي من دون ما تهز ايده بطريقه حلوه. اوكي، هذا الشاتر جريب نقدر نصور فيها برياح. الهديه السادسه اس راي،
كمان كلنا بنطلع على بالنا نسمع من دون ما نحط الهيدفون. صحيح. بتسمع لحالك. هالسبيكر الذكي انت مجرد ما تحطه بزاويه اللي انت بدك تسمع فيها بتسمع لحالك بلا ما حدا، لو كان قاعد الشخص جنبك ما بيسمع. هو بنوعيه ذبذباته يوجه مباشره لك انت فقط، وما بتقعد تضايق اي شخص بيطلع حدك وما بحاجه لتحط الهيدفون، مع انه خاصه في مباريات فوتبول احلى انه تبدا الحي كامل يسمع فيك. صحيح. الهديه السابعه اللوك بوك. انا من الاشخاص خلال الفقرات اللي مرينا فيها بنصح كتابه الباسورد على ورقه وقلم. في اشخاص قالوا لنا طب اذا كتبناها ورقه وقلم ممكن حدا يشخط فيها. الكتاب الذكي ما بيفتح الا على بصمه ايدنا، بيفتح مثل ما عم نشوف بالفيديو، بيفتح على بصمه الايد. فينا نحط كل باسورداتنا ونسكره ونحط بصمه الايد، ما بعود حدا يقدر يفتح. كثير جميله الفكره. اوكي، فينا كمان نهديه بعيد الحب ونحط بقلبه كتابات و و و أشعار. وما حدا بيفتحه الا اذا انا فتحته بالبصمه. فكتير هيك حلو. الهديه الثامنه هي انستارينج. هو عباره عن خاتم ذكي بينحط بالايد، وبيقدر الشخص اذا مستحي انه يطلب ايد خطيبته او يطلب ايد حبيبته بيعطيها الخاتم. اذا ما رضيت في بالها هذه كاميرا نصور سيلفي. واذا رضيت بيكون سيلفي وخطوبه. يعني جبت فكره ممتازه للجميع. هيدي انا عم بعطي افكار. اوكي، كثير حلو هالخاتم. لو ايامي قبل ما اتزوج كنت اكيد جبته. يعني جميله الفكره. اوكي، الهديه التاسعه هو كيبورد بينحط للايباد. انا شخصيا لان بكتب مقالات بعوزه بينحط بالايباد وبينكتب، بصير في سهوله للكتابه مثل ما عم نشوف كمان بالفيديو. بنوصله بلوتوث وبنقدر نكتب اي شيء، ايميل طويل او مقال او تشات. هو الفكره حتى انه شكله صغير وممكن يكون موجود معك في اي مكان وبينلف اذا شفته. بينحط بالشنطه او بشنطه الايباد. كثير كثير عملي وحلو هذا الجادجت. هول الجادجت كلهم لا يتعدوا ال $150 وسعر والحلو انه براكتيكال. يعني بينعازوا بكل الاوقات. صحيح. وما بينحطوا انه مثل بينجابوا بينحطوا بالخزانه، دائما بنستعملهم بشكل يومي وكثير حلوين لعشاق السوشيال ميديا مثلك ومثلي. جميله الافكار بالحق ياسر حلوين. شكرا لك عمر. ميرسي لك امين. افكار جميله جدا. ان شاء الله يكونوا اعطيناهم افكار جميله. ان شاء الله تكون